أهلا بكم جميعا إلى مسرحنا. تعرفوا معي اليوم على إبداعاتنا والمسابقات التي قمنا بها أنا وأصدقائي. شاهدوا كم كنا رائعين بمسابقات حفظ القرآن وتجويده. نحن أيضا نرسم بشكل جيد. انظروا إلى اللوحات الفنية والكاريكاتيرات التي رسمناها، وبالتأكيد فإنكم ستجدون من بيننا شاعرا عظيما يلقي أجمل القصائد. ونجحنا أيضاً في حفظ عواصم الدول ومواقعها على الخريطة، كما أننا التقطنا الكثير من الصور الجميلة وتنافسنا على من سيفوز بأجمل صورة فنية، واكتشفنا أننا نمتلك إبداعاً علمياً وبرمجياً. حسناً، كلنا مبدعون، لكن هناك من يبدع أكثر في عمل التحقيق الصحفي. لنرى من سيصبح فينا صحفياً في المستقبل. بإبداعاتنا هذه نصل إلى جائزة واحدة، وهي جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، التي تحفزنا دائماً على التميز حتى يكون مستقبلنا أكثر إشراقاً وإبداعاً. شكراً لكم، إلى اللقاء.